وهناك بعض الملاحظات، ملاحظة وبالأخص في هذا العام رأيتها للأسف الشديد متجلية أكثر، وهي الإسراف والتبذير الكثير في الإطعام. هذا العام وصلت إلى حد لا يطاق ولا يمكن السكوت عنه. هذه طريقة غير صحيحة وغير سليمة بتاتا، وليس إحياء ذكر الحسين عليه السلام هو فقط بالإطعام والمواعيد وإلى آخره. وأنا لا أفهم أن مجلس يقام مثلا الساعة 6 أو 7 صباحا ويقدم فيه الرز مع السمك والمحموص وما شابه ذلك. 7 طلع صواني الرز، يا أخي طلع لهم بلالي، طلع لهم عصيدة، طلع لهم شي فطور. أما أنه 7 وصواني الرز، أو أن ما تم يختم 5 مثلا ويطلعوا فيه الصواني الرز وما شابه ذلك، لا غدا لا عشاء، 5 يا أخي والله ما يحسب لك أنك أقمت المأتم إلا بتقديم الإطعام، تقديم الطعام والصواني. لا يا أخي، النية عند الله سبحانه وتعالى، والذي يعلم عما في النفوس هو الله سبحانه وتعالى. وأنت أحييت لله وفي سبيل الله وفي سبيل تخليد تلك الذكرى، الله سبحانه وتعالى يشكر لك ذلك الإحياء، وليس قليل إحياء المأتم وبذلك وما شابه ذلك وفتح المجلس وفتح الحسينية واستدعاء الخطيب الحسيني للقراءة واستقبالك الناس وكل ذلك الاهتمام الذي تقوم به. يعني هذا قليل؟ يعني ما يحسب لك أنك أحييت الله إذا قدمت ذلك الطعام؟ ناهيك عن ظاهرة المضايف. من في الربيعية هنا عندنا من مسجد العباس إلى أن تصل إلى الشمال هناك تقريبا 5 كل 50 أو 100 متر مضيف 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 مضيف، والنهاية يؤخذ ذلك الطعام أين يلقى؟ في الحاويات، في البحار، للحيوانات، للطيور. صارت حتى الطيور شبعانة محموص فيه. هذا غير صحيح يا إخوان، هذه طريقة غير سليمة، ليس صحيح. لابد أن نفكر ولابد أن نصحح طريقة إحيائنا للإمام الحسين. إذا عندنا حاجة غير صحيحة علينا أن نتخلص منها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإحياء مراسم الحسين، وأن يجعلنا وإياكم مع الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، إنه سميع مجيب.